مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مره تانية ومع الفنانه الجميله حنان شوقي. ويمكن من الاسئله اللي كل الناس دلوقتي نفسها تسالها حنان، نعم، اكتر عمل كنت مبسوطه وسعيده وانت بتعمليه عشان كان من قلبك؟ انا عارفه كل الاعمال فعلا ظهرت بصدق كبير جدا، بس في عمل كده انت اكيد او مسلسل او فيلم بتميزيه؟ لا ما اقدرش. الحلميه انبسطت جدا، كنت سعيده. الارهابي وكنت طايره، ده انا رجلي اتجبست ولقوني تاني يوم في الاستوديو بقول لهم بتعملوا ايه من ورايا؟ لازم قاعد يضحك عليا. لا في حاجات فوازيري انا ووائل، وكنا لسه او بنعمل شكل جديد للفوازير. ولا في اعمال كتيره جدا ما عملتش عمل انا ما كنتش سعيده ان انا بعمله. لا طبعا. طيب لو قلنا اكتر عمل خد وقت في تصويره وخد مجهود منك وتركيز، وكان عارفه لما تقولي الممثل بيرهق منه، اكتر عمل كده؟ اصل على حسب الدور يا مها، اغلبيتهم عشت فيهم وارهقت فيهم واتعذبت، بس في حاجات بتبقى فيها مشاهد صعبه. كلهم فيهم مشاهد، ما انا عماله ايه هم دلوقتي في بالي والاقي كلهم فيهم مشاهد صعبه وفيهم لحظات سعاده ولحظات نجاح. ويعني في مسلسل اسمه الوهم والخديعه، ده وصل نبضي زي نبض الشخصيه. وصل كده يعني اللي هو وخلتهم يدفنوني بجد. يا خبر ابيض، والله العظيم جمال عبد الناصر رمى عليها تراب بجد. مشهد كده، لا اما اعمله بجد لا اما ما اعملوش. لا كل اعمالي استمتعت فيها وعملتها بجد. حتى في المسرح انا بقابل حبيبي في المسرح. المسرح احب ليكي من التلفزيون؟ لا كلهم حبايبي. انا عارفه ان لا ما تقوليليش الرجل، في حاجه لازم تبقى ثانيه والله ثانيه واحده عشان احللك انا المشكله. دلوقتي معروض عليكي ثلاث اعمال، مسرح وتلفزيون وسينما، اللي يدخل قلبي فيهم الثلاثه. بصي هي برضه كلمه اعملهم الثلاثه. هتموتي نفسك؟ اموت نفسي بس اعملهم الثلاثه لو حلوين ومكتوبين حلو، لان انا نجحت في الثلاثه. المسرح انت عارفه اللي بتتمطعي. اولا المسرح لازم تبقي فارسه، والفيدباك فارسه فوري فوري. ده مسرح الفرسان طبعا. لازم تبقي الناس شايفاكي من اول صباعك الصغير لحد سامعين انفاسك، فلازم تبقي صادقه جدا. انا المسرح ده حياتي، وتلاقيني اروح له بدري وليا طقوس معاه واسمع مزيكا. انا طالعه بقابل حبيبي جمهورك. بحبيبي بجد. ويعني واحده تلت قالت لي انا نفسي افهم انت حتى بارفان ايه؟ يعني خلاف التمثيل انا كل حته اشم ريحه بارفان. عارفه اللي هو انت طالعه بتستمتعي، انت طالعه طايره في السماء. انا المسرح عندي كده، عشان كده ما اعرفش اطلع على خشبه المسرح غير لما وانا مقتنعه جدا باللي انا هقوله للناس. احنا كنا بنسال اسئله سريعه زي اللي انت كنت بتجاوبيها، بس في سؤال يعني انا عايز اساله لك. انت قلت لي فن زمان غير دلوقتي. مش فن زمان، انا ضد ان هو يتقال فن زمان وفن دلوقتي. الجو العام، الجو العام والجو العام. احنا خلينا نيجي نتكلم بامانه، مفيش جو زمان وجو دلوقتي. الناس الفن هو الفن، هو الفن. طيب الاختلاف البشر. ايوه البشر اللي مسؤولين على الفن. انا كنت هسأقول لك على حاجه، اختلاف البشر في اداء الدور، ولا مفيش ورق حلو مثلا يشدك زي زمان لما كنت بتعملي الكتاب؟ ورق دايما. الورق مهم جدا، ومفيش دلوقتي بيفصل وعند بيبقى عند اقول قول يا حسن. لا بيفصلوا ورق على مش بيعملوا بالشخصيه والفنان اللي بيروح له. لما يقول لك ايه ده بيفصل وبيعمل كات فرنساوي بجد. بيعملوا بجد الكوب. في ناس كده، وفي ناس يعملوها شبه الحاجات، شبه الاصل. احنا عايشين شبه. احنا في كل حاجه شبه الضحك، شبه الدراما،
شبه التراجيدي، شبه الشخصيات، شبه الكوميدي. فين وفين على ما بتلاقي موضوع حلو كامل. فتلاقي على فكرة الموضوع الكامل بتلاقي بلا استثناء الناس قاعدة له عاملة كده. حقيقي صحيح. ده حقيقي. إنما الورق مهم جدا جدا قبل المخرج كمان. انت عشان كده لفتي نظري لما مها قالت لك في ثلاث حاجات جايه لك، مسرح، سينما، مسلسل، هتختاري ايه؟ قلتي لو حسيتهم كلهم هاخدهم كلهم. طبعا. فده فعلا في افتقاد كبير لكل الفنان دلوقتي. وافتقد الورق الحلو. طبعا الورق مهم جدا. احنا افتقدنا اصل العمل السينمائي او العمل الدرامي ده 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 عمل ادبي مرئي. يعني بالزبط. مثلا افلام نجيب محفوظ، افلام محسن زايد، كلمات افلام بشير الديك، ده كتاب ادبي مرئي. حتى انتوا كنتوا بتتكلموا عن الرومانسيه من الكتاب. لاننا بقينا نتكلم ازيك يا بت، اخبارك يا حلوه، يا مز، ما تيجي. بقينا لغتنا دي في الحب. فقدنا لغه القلب، فقدنا لغه الحوار، فبقى التعليم، بقينا الاجيال اللي الرقي بالاحساس ده تيجي تسمع موجود. الجمله لان هم ما بيسمعوهاش في الشارع. ما بيسمعوهاش مع بعضيهم. مش حته اللي هو ده بقى اللي بنقول عليه مهم جدا. الفن، دور الفن، الفن ان هو يعودنا نسمع الحلو ده، حوار، الحوار الشيك، كان يقول لك التلاطف بين الناس، مهم جدا. الرقي يا مها بين أيوة. الكلمات وبعضها طبعا ده مهم جدا. الفنان بيغير سلوك الشارع. يعني كنت اسمع ايام ام كلثوم تلاقي الراجل ماشي وهو عربيه الفول يغني يقول امل حياتي. دلوقتي بيقولوا ايه يا مها؟ مفيش داعي بقى خلاص. لا احنا في حاله للاسف للاسف. بصي في كل مكان هروح اقول فيه انا بخاطب الرئيس الجمهوريه زي ما حط ايده على العشوائيات وراح مطلع الناس للهوى والنور وبيغير حياتهم، بيغير سلوكياتهم المعيشيه، بيغير البيئه. الفن احنا دلوقتي محتاج الايد ديت اللي هو احنا رايحين فين. لازم نرجع ونطلع فوق الناس الجامده. مش ان احنا نخسف بيهم الارض وننزل. احنا ما بنطلعش. وكذاب ومنافق اللي يقول غير اللي انا بقوله. لازم نرتقي شويه. احنا لا لازم ما عندناش نواجه. احنا ما بنعلاش لازم نواجه مشكلتنا عشان مشاكلنا الكبيره اللي فعلا بنشوفها في المزيكا، في الدراما. احنا مش بنعلى في السينما، احنا بننزل. احنا فين وفين على ما بنلاقي فيلم ونجري وراه كمان لو كان احنا لقينا الايه. ايه يا جماعه ده مصر هي اللي باديه السينما قبل امريكا. احنا يعني مخدودين ليه؟ احنا كنا بنعمل 300 فيلم و400 فيلم وحاجات كده مش ايامي. لا ده انا بقرا ايام الناس الحلوه، استاذ نور الشريف والاستاذ حسين فهمي والعار والعالم الجامده دي. فاحنا في حاله عشوائيه بنعمل شبه الحاجات وبنضحك على نفسنا ونقول هي احنا عملنا حاجه. لا احنا ما عملناش. طيب حنان لو قلت لك ان بعد تاريخك الرائع ده كله ما عملتش حاجة يا مها. أنا ما عملتش تاريخ يا مها. حاجة؟ أنا لا أنا تاريخك نقطة حلو ومشرف. إيه إيه طبعا لو صح. قلنا لو قلنا إن بعد النقطة اللي حضرتك بتقولي عليها دي طبعا في حاجة أنا نفسي أعملها، دور شخصية أملي في الدنيا ان انا قبل مثلا ما اعتزل الفن ولا قبل ما ابعد والله لا ابعد عنكم خالص ومش شغاله معاكم، نفسي الشخصيه دي حد يكتبها حلو قوي وانا اللي اديها. شخصيه ايه الشخصيه؟ ما هو برضه نرجع للكتاب. ماشي نفسك فيه. الشخصيه اللي تقول لي وانا بقراها مش هتعرف تعمليني. انا كل الادوار دي كانت بتستفزني على الورق. يعني شو في الناس في كفر عسكر شخصيه مركبه، بنت لذينه مجرمه تلهسي وراها، تلهسي تضيعي اللي هو انت لو انت ما كنتيش عايشاها بجد.
تقلبك. يعني في الاخر الشخصيه اللي تستفزك او انا تستفز بحب الشخصيه قدراتك ومهاراتك. لا انا بحب الشخصيه اللي نلعب انا وهي اللي انا اعملها بجد. هعملك هعملك اوعي تفتكري ان انا اللي هو فيه التحدي ده. اللي هو من انما في حاجات كده بتعدي كده عليكي. يعني انا لسه عامله مسلسل كان من سنتين اسمه بيت السلايف. كان مفروض في المسلسل ده بطلع راجل. ان انا متنكره في شكل راجل، فانا قلت لا لازم اشوف نفسي انا راجل. فانا والاستاذ محمود محمد عبد الخالق جبنا ماكير وقعدت انا عايزه في عيني كاركس، فجابوا دقن اللي هي رش مش اللي هي بتتلزق، لا ده بالشعر يا ما. عايزه اقول لك كنت اقول الله يعين الرجاله وهم بيحلقوا دقنهم. دقني هنا اللي هو لما تشوفيني تحدي. لا ده ولد ده ولد خلاص ده مين كده اتلخبط. تحدي لاما اعمل لاما ما اعملش. انا ما بحبش شبه الحاجات حتى في حياتي. وهل ده اللي مخليكي شوية مقلة؟ مش شوية مقلة. ما تيجي اتكلم انا مش بتاعت عايزة اقولها ازاي. انا بعمل الشغل ومليش دعوة. يتعرض في رمضان ما يتعرضش في رمضان يتعامل مش عارف ايه مش بقعد احارب واكل في نفسي. مش شغلتي. اللي هو مثلا ما بعرفش اتنطط، ما اعرفش اقول، ما اعرفش اكلم مها واقول لها اسلم عليها علشان هي داخله مسلسل. لا انا حياتي الفن غالي قوي قوي قوي. الكلمه اللي انا بقولها. ايه رايك في الحلقه الحلوه دي؟ حلقه جميله ونورتينا. حلقه جميله واحنا عايزين دبل الوقت ده بس للاسف طبعًا. احنا مدتنا ساعه بس مش عارفه نعمل ايه. توعدينا تنورينا مره ثانيه في ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا حبايبي. ميرسي يا مروه حلقه حلوه. حلقه جميله بيكم كلكم والله نورتونا. ميرسي يا مروه. ميرسي يا حنان. انا عايزه اقول الفنانه شالت الفيشه، هي زي ما هي. انا حاسه ان هي زي ما هي من ايام ما كنت بشوفها في ليالي الحلميه لغايه دلوقتي. هي كانت شايله الفيشه طول الفتره. ده جمله مدام اسعاد ديونس. واحنا قالت لك شايله الفيشه برضو؟ لا بتقولي انت طالعه لي من الحلميه دلوقتي بتعملي ايه؟ شايله الفيشه. هي كانت شايله الفيشه زي القمر وهتفضلي زي القمر عشان جواكي حلو يا حنان بجد. حبيبي بنشكرك على تشريفك لينا وان شاء الله من عمل فني جميل لعمل فني جميل ونشوفك متالقه دايما باذن الله يا رب العالمين. ان شاء الله. ميرسي. شكرا ليكم وكل المشاهدين. اعزائي المشاهدين بنشكركم ويعني بكره ان شاء الله نتمنى ان احنا نقدم لكم حلقه جميله من اللمه الحلوه. انتظرونا الساعه 6.